أعرب الرئيس السيسي عن تقديره الكبير لأسر ذوي الهمم الذين آمنوا بقدرات أبنائهم. وشدد الرئيس السيسي على اعتزازه بما حققه ذوي الهمم من نجاحات باهرة في العلوم والآداب والفنون والرياضة وغيرها. واسمحوا لي أن أؤكد في هذا الصدد اعتزازي الشديد بما تحققونه من نجاحات باهرة تثبت مجدداً أصالة المعدن المصري وقدرته على تحدي الصعاب أياً كانت وأجاد الفرص من بين التحديات والمنح والمنح من قلب المحن. وإننا جميعاً على دراية بالنماذج المضيئة لمصريين عظام صنعوا بعزيمتهم الصلبة التقدم والفخر لبلادهم في العلوم والآداب والفنون والرياضة وغيرها. كما لا يفوتني أن أعرب عن تقدير العظيم لأسر وعائلات أبنائنا من ذوي الهمم الذين آمنوا بما لديهم من ثروة غالية وبذلوا من حياتهم وطاقاتهم الكثير ثقة في أن أبناؤهم قادرون على إحداث الفارق لهذا الوطن الذي لن ينهض إلا بسواعد أبنائه وقدرتهم. كل السواعد وكل